قد ما يغدر بيك زمان ولادك تلقينا ديما واقفين معك باللي كان يدي هاد العاصمة حياتنا لا بك لا عدا معنا أمام الكرة الجدارية والنار المغمور زازا قابلنا ويرحنا قرر الواب يحب
الاستقبال، وكان دفاع الشباب يظن ان ناجف وضع التسلل وناشر سذاجه الدفاع ديسو ارموني بريزونت بلال ميلانو فاروق ميلانو دي جي عماد وراين صغير سجل ضربة جزاء اللاعب عنده قدرة على 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 التسجيل بشكل رائع جدا، موجود دائما في المكان المناسب. Au premier poteau, on attend le ralenti et c'était un corner rentrant. C'est ce qu'on avait dit pour un gaucher. Et échappé. Alors ouais. Voilà le ralenti. Le Moussa est au premier poteau. Là, il fallait le prendre pour le marquage de la défense. Et échappé, il fallait le prendre. Allez, mon frère, sur le hawa. Let's
We'll be right back.
بالموجة مختار الكرة مختار ملعوبة التاريخية لاتحاد العاصمة الألوان
الحمراء والسوداء في سماء الجزائر، في سماء العاصمة الجزائرية. أجمل المشاهد الآن، لقب البطولة لاتحاد العاصمة، اتحاد العاصمة بطلة 2016، البطولة السابعة لاتحاد العاصمة بجدارة واستحقاق. استحقوا درع البطولة، يرفع درع البطولة، درع البطولة الجزائرية في نسختها 52، البطولة الجزائرية رقم 7 في تاريخ هذا الفريق العريق، في تاريخ هذا الفريق الكبير بعمره الطويل، بعمره بتاريخه. يا لها من أجواء جميلة، يا لها من احتفالات عظيمة، يا لها من لحظات بهيجة. هذا هو البطل، حنايا تجون هكذا معها في وقت الشدة، جامين خلو القلب ارتاح لوحدة تزيان وتحلى القعدة مع ميلانو. يا واش نحكي ومنين نبدأ، والفراج رعدة في سانسيرو، عشقناها اليوم وغدا كنحط راسي في المخده.